السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس التشيلي بذكرى استقلال بلاده. انفاذا لتوجيهات القيادة، وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة متضرري فيضانات ليبيا. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يؤكد استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني من هذا العام. وتشاهدون في نشرة الظهيرة أيضا انطلاق المؤتمر السعودي الأول للخدمات الإسعافية في الرياض. أحييكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي التهنئة للرئيس كبرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة الذكرى استقلال بلاده. انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى المطار الدولي في مدينة بنغازي تحمل على متنها 50 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات. وسوف يقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي. للحديث أكثر عن وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي لمساعدة متضرري فيضانات ليبيا ينضم معنا عبر الهاتف مباشرة متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي. مرحبا بك دكتور سامر، حدثنا عن وصول الطائرة الإغاثية الثالثة لليبيا. الله أستاذ منى، أحييكم وحيي أهلا وسهلا بك مشاهدين الكرام. نعم، انفاذا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين، توالت بحمد الله عز وجل الطائرات لتقديم المساعدات للاشقاء في ليبيا والمتضررين جراء كارثه الفيضانات. اليوم وصلت الطائره الثالثه بحمد الله عز وجل محمله بحوالي 50 طن من المواد والمستلزمات في قطاع الإيواء وقطاع الأمن الغذائي. سوف تدعم ما وصل إلى الآن بحمد الله عز وجل الطائرتين السابقتين، وسوف بإذن الله عز وجل يعني تنطلق من خلال خطوط الإمداد مع الشركاء بالهلال الأحمر الليبي ومنظمات الأمم المتحدة لإيصالها إلى المناطق المتضررة في درنا وكذلك المناطق المحيطة بها. نعم دكتور سامر، ذكرت نقطة مهمة لإيصالها لأكثر المناطق تضررا، ولكن السؤال الذي يقودني إلى سؤال آخر وهو كيف يمكن إيصال هذه المساعدات؟ هل هي بالأولوية؟ هل هي بالأكثر تضررا؟ ما هي الطريقة المثلى لتوصيلها؟ قبل أي تدخل إنساني أستاذ منى، نعم، مركز الملك سلمان يتواصل مع الشركاء على الأرض الفاعلين ويتم وضع خطة. هذه الخطة تقوم على ترتيب الأولويات من ناحية نوع المساعدات المقدمة وكذلك القطاع المطلوب تقديم فيه المساعدات ونوع الأنشطة المطلوبة بناء عليه، وكذلك تحديد الأماكن المستهدفة وعدد الأشخاص المستهدفين. ثم بعد ذلك تبدأ عملية نقل هذه المساعدات بالتنسيق مع الجهات الفاعلة على الأرض، مثل في هذه الحالة هم الهلال الأحمر الليبي وكذلك المنظمات الأمم المتحدة. هذه المساعدات إذا وصلت المطار يتم انتقالها عبر الشاحنات خطوط الإمداد مباشرة إلى نقاط التوزيع من خلال الشركاء الذين أعدوا قوائم بالأسر الأكثر احتياجا أو الأفراد الأكثر احتياجا، ويتم توزيعها من خلال نقاط هذا التوزيع وإيصالها
للمستفيدين في مواقعهم سواء كانت في المخيمات أو في المباني المستأجرة أو المباني الحكومية التي يقيمون فيها كمرحلة مؤقتة. نعم دكتور سامر، هل هناك بعض من العراقيل أو الإشكاليات في وصول هذه المساعدات إلى المتضررين؟ طبعا بلا شك كانت ولا زالت طال عمرك الطرق أكبر عائق وتحدي في وصول هذه المساعدات، حيث أن السيول كما تعلمون جرفت عشرات الكيلومترات من الأسفلت وأصبحت الطرق غير صالحة للاستخدام. تم يعني بالشراكة مع الشركاء على الأرض حق تمهيد طرق تعتبر طرق مؤقتة ترابية لإيصال هذه المساعدات. هذه الطرق الآن تفي بالغرض، هذه نقطة. النقطة الثانية أن هناك أعداد أخرى من المستفيدين خرجوا فعليا من درنا ومناطق المناطق المتضررة إلى المناطق المجاورة، وهذه المناطق المجاورة مؤهلة تأهيل جيد، وهناك طرق إمداد يعني تسهل عملية وصول المساعدات مما سهل الوصول لهم. إذا كانت التحدي الأول هو في الطرق وإيصال هذه المساعدات عبر الطرق يعني تسمح بوصول هذه المساعدات بسرعة كافية. نعم، إذا المشكلة الكبرى تكمن في الطرق ووصول هذه المساعدات من خلال هذه الطرق المتعثرة وأيضا المغلقة بسبب هذه الفيضانات. نعم بلا شك، لكن أمكن التغلب عليها بتجهيز طرق فرعية ترابية، وكذلك أمكن كذلك التغلب على هذا الموضوع من كما ذكرت أن عدد كبير من المتضررين تم نقلهم إلى القرى والمدن المجاورة، بحيث تم إسكانهم في مباني حكومية وكذلك فنادق، وأمكن الوصول لهم وإيصال هذه المساعدات بسهولة الحقيقة في هذه المناطق التي تعتبر مناطق آمنة غير متضررة. أشكرك جزيل الشكر متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي على كل ما قدمته لنا من معلومات وإيضاحات، شكرا لك. أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني من 23 على صعيد محاورها الثلاثة ومواصلة التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها. ناقش المجلس الجهود المبذولة لتنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030. كما استعرض المجلس عددا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي التعويضات التي دفعت للمسافرين خلال العامين 21 و 22 بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية. وأوضحت الهيئة أن أبرز حالات التعويض تشتمل على التأخير أو التلف أو فقدان الأمتعة وإلغاء الرحلات وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين. أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إتاحة إصدار شهادة امتثال المباني التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري. وأوضحت الوزارة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى التاريخ 18 فبراير لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية في تطبيق بلدي. انطلقت اليوم فعاليات ملتقى السفراء بمشاركة الجامعات السعودية وعدد من منسوبي وزارة التعليم بحضور عدد من سفراء الدول حول العالم.
الملتقى يتضمن إطلاق منصة أدرس في السعودية بشكلها الجديد، وتعد ضمن مبادرة التأشيرة التعليمية إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية. تعتبر المنصة بوابة مرتبطة بكافة الجهات المعنية بهدف استقطاب الطلاب الدوليين لرفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار في المملكة. أعلنت الهيئة العامة للترفيع عن فعالياتها لليوم الوطني 93 في مختلف مناطق المملكة تحت شعار نحلم ونحقق. تستشهد فعاليات اليوم أيضا سوف تشهد فعاليات اليوم الوطني مجموعة من العروض بمشاركة جهات حكومية خاصة تتضمن مسيرة عسكرية وعروض الألعاب النارية في أكثر من 15 موقعا بالمملكة، بالإضافة إلى عروض درونز في سماء الرياض. تنظم هيئة التراث اليوم لقاء مفتوحا افتراضيا مع المختصين والمهتمين والعاملين في قطاع التراث الثقافي بالمملكة والمجتمع المحلي. يهدف اللقاء إلى التعريف باستراتيجية الهيئة ومستهدفاتها واستعراض رؤية ورسالة الاستراتيجية وركائزها والتعريف بمجالات ورش العمل والتدريب التي تعمل عليها وآلية التسجيل في البرامج التدريبية وتفاصيلها. أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إطلاق مبادرة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات بهدف إيجاد حلول مبتكرة تسخر خدمات الاتصالات التقليدية والفضائية للإسهام في تحدي سد الفجوة الرقمية عالميا، وذلك ضمن أعمال الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. نظم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعي حفل تكريم الفائزين بجائزة البحوث الاجتماعية في دورتها الأولى للعام 23 في فروعها الخمسة. المزيد في هذا التقرير. انطلاقا من حرص المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، جاءت مبادرة جائزة البحوث الاجتماعية لما لها من أثر إيجابي وفاعل ومحقق للمنفعة والعائد الاجتماعي على المستوى الوطني وفهم القضايا والتحديات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها. من خلال هذه الجائزة نطمح أن نشجع الباحثين ونحفزهم من الرجال والنساء لتناول القضايا ذات الأولوية الوطنية، وأيضا محاولة إيجاد حلول للتحديات والقضايا في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى رفع جودة البحوث في البحوث الاجتماعية. تسعى الجائزة إلى تكريم الباحثين الذين أسهمت بحوثهم في فهم الظواهر والقضايا الاجتماعية وتحديد التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية وإيجاد الحلول الناجحة لها. تقدم للجائزة أكثر من 275 بحثا، ورشح في 5 أبحاث في الفروع الأولى للجائزة، وتم هذا الحقيقة الفوز وفق المعايير العلمية واللجان التحكيم التي تشكلت في الجائزة، وتم تكريم هذه الليلة، وإن شاء الله نتوقع مزيدا، وهو تعزيز الجانب البحثي وتحفيز الباحثين في العلوم الاجتماعية. إن تحفيز الباحثين على الإبداع والتميز في تناول القضايا الاجتماعية في المجتمع السعودي بما يسهم في رفع جودة الحياة للإنسان على أرض المملكة ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030. للإخباري عبد الغني حادي، الرياض. انطلق اليوم المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية الأول من نوعه الذي تستضيفه هيئة الهلال الأحمر السعودي في الرياض. يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال الخدمات الإسعافية الإنسانية وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين
بالإضافة إلى العمل على وضع خطط واستراتيجيات جديدة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الإسعافية على المستويين الإقليمي والدولي. ومن مقر المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية ينضم معنا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله القرني. مرحبا بك عبد الله. بداية حدثنا وأيضا أعطنا تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية. أهلا بك وأهلا بمشاهدي قناة السعودية وأخبار السعودية من المؤتمر السعودي للإسعاف. هذا المؤتمر يعد المؤتمر الأول في المملكة العربية السعودية للإسعاف. طبعا هذا هو امتداد لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر ولأعمال الهلال الأحمر منذ أعماله من أكثر من منذ تأسيسه بكل تأكيد. وهذا المؤتمر بشكله الأول شاركت فيه جهات أكثر من 70 جهة دولية من مختلف دول العالم التي لها خبرات في مجال الإسعاف، وأيضا شاركت هناك الجهات المحلية سواء من وزارة الصحة وخاصة من الهلال الأحمر، وأيضا من الجهات الأخرى من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. أيضا هناك بجانب هذا المؤتمر وما يقوم به هذا المؤتمر من طرح موضوعات كثيرة تهتم بالإسعاف، وأيضا تهتم بكثير الأمور من آخر ما تطور إليه الإسعاف وآخر التطورات العلمية والنتائج البحثية وأيضا الخبرات المتراكمة لدى الدول الكثيرة يتم نقاشه هنا في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر أيضا من خلال هذا المؤتمر ومن خلال المتحدثين أيضا وتبادل الخبرات يتم من خلال هذا المؤتمر في نهايته كتابة التوصيات وكتابة هذه الخبرات والاقتراحات حتى يتم الوصول إلى اتخاذ قرارات حديثة في تطوير الهلال الأحمر أو تطوير الإسعاف بشكل عام. بجانب هذا المؤتمر أيضا هنا هذا المعرض المصاحب الذي يضم العديد من الجهات الدولية والمحلية التي تعرض عليها أكثر من هذه الجولة التي هنا في هذا المعرض. نعم. قد يكون هذا المعرض سنأخذكم في النشرات القادمة في جولة حول هذا المعرض حول هذه الأجنحة التي تقدم العديد من الأفكار والعديد من الخدمات الإسعافية الجديدة التي تبت هنا. أيضا هنا أيضا يحظى المعرض بزيارة العديد من المتدربين سواء من الجامعة أو حتى المتدربين في الهلال الأحمر أو في حتى الجهات. حراك إسعافي كبير هنا في السعودية في الرياض من خلال هذا المؤتمر من خلال المشاركة الدولية التي تعد 70 مشاركة دولية في هذا المؤتمر. نعم، كما تعلم عبد الله أن أهداف هذا المؤتمر هو مناقشة أحدث التطورات في مجال الخدمات الإسعافية أيضا تبادل الخبرات. بداية وابتداء من انطلاق هذا المؤتمر اليوم، كيف رأيتم الأحداث وأيضا التطورات في المجال الإسعافي؟ بكل تأكيد كما ذكرت لك بأن التطورات والأحداث هي أول شيء بمشاركة 70 دولة، هناك خبرات عالمية حتى خبرات حديثة وخصوصا في ما تم حديثا سواء في الكوارث التي حصلت والزلازل في هذا العام أو في العام الذي قبله، هناك تطور في العمليات الإسعافية خلال ما يطرحه أيضا الصليب الأحمر من خلال المشاركات المتعددة والتوصيات. فالتحديثات هنا هي تأتي من هذه المشاركات لتبادل الخبرات تحت مظلة واحدة هنا بين جميع المشاركين المحليين والدوليين. فهناك عمل جاد هنا في هذا المؤتمر لأخذ بالتوصيات الحديثة فيما يخص التطورات الأخيرة في الإسعاف. نعم، إذن انطلاق هذا المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية يعد تحسين جودة الخدمات الإسعافية على المستويين الإقليمي والدولي. لك منا جزيل الشكر على هذه المداخلة الزميل عبد الله القرني، شكرا لك. توقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم
استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة تمتد إلى مكة المكرمة. أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات وقمم الجبال في منطقة عسير ومنطقة جازان، منطقة الباحة، مرتفعات منطقة مكة المكرمة في الطائف، خاصة الأجزاء الجنوبية من المرتفعات في منطقة مكة المكرمة، وقد تمتد حتى الأجزاء التهامية من مكة المكرمة في شرق مكة المكرمة تتأثر بها هذه الحالة الجوية إن شاء الله تعالى. يصاحب هذه الحالة الرياح النشطة الهابطة من السحب الركامية الرعدية قد تكون شديدة السرعة، لذلك نلفت الانتباه. وكعادة السحب الركامية الرعدية يكون معها الرياح الهابطة وحبات البرد على طول سلسلة جبال السروات. وبإذن الله تعالى خلال نهاية هذا الأسبوع قد تتأثر المناطق الجنوبية من منطقة الرياض ببعض التشكيلات من السحب يتخللها الركامي الرعدي في الأفلاج، وادي الدواسر، الحريق، وفي ليلة كذلك الحال. ونتوقع أن تتأثر بعض الأجزاء الغربية من منطقة الرياض ببعض التشكيلات يتخللها السحب الركامية الرعدية إن شاء الله تعالى. وتستمر الأجواء مستقرة على معظم القطاع الشمالي من المملكة والشمالي الشرقي، مع ملاحظة أننا بدأنا نشاهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة درجات الحرارة العظمى. لم نعد نسجل درجات حرارة تصل إلى 47 أو 48 درجة مئوية خاصة في القطاع الشرقي كما سجلنا الأسبوع السابق. أعلى درجات حرارة متوقعة ظهيرة هذا اليوم ستكون في مكة المكرمة بحدود 44 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة متوقعة. وأقل درجة حرارة بإذن الله تعالى ستكون في مدينة أبها بحدود 19 درجة مئوية، وتكون أقل من ذلك في مرتفعات وقمم جبال عسير هذا، والله تعالى أعلم. تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية يقام الآن حفل افتتاح مكتب مجلس المطارات لإقليم آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط في مدينة الرياض. لمزيد من التفاصيل ينضم معنا من الرياض مراسل أخبار السعودية الزميل سعود النشمي. مرحبا بك سعود. مرحبا زميلتي منى، أحييك وأحيي السادة والسيدات مشاهدي القناة السعودية الكرام في كل مكان. أتواجد في المقر الجديد للهيئة العامة للطيران المدني في العاصمة الرياض، والواقعة في مطار محيط مطار الملك خالد الدولي، الذي يشهد المطار اليوم افتتاح مكتب مجلس المطارات العالمي في العاصمة الرياض. هذا المجلس الذي يعد انضمامه والتحاقه بالعاصمة السعودية الرياض نجاحا لسعي المملكة في استقطاب العديد من المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية لنقل مقراتها للعاصمة الرياض. نعم. أيضا زميلتي منى، هذا تفضلي. نعم أكمل سعود عن تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية يقام هذا الحفل، وهو مكتب مجلس المطارات لإقليم آسيا. نريد معلومات أكثر، نريد أن تعطينا أكبر وأكثر معلومات حول هذا الموضوع إذا تكرمت. نعم زميلتي منى، كما أسلفت لك وللسادة المشاهدين أن تواجد المكتب اليوم افتتاح الفرع الإقليمي لهذه المنظمة هنا في العاصمة الرياض يعد انعكاسا لنجاحات المملكة في استقطاب المنظمات الدولية والعالمية في العاصمة الرياض، إضافة إلى أن هذا المكتب يسعى إلى رفع المهنية وكفاءة السلامة في مجال المطارات، إضافة إلى الحوكمة والاستدامة البيئية وتعزيز مصالح الأطراف المتشاركة ذات العلاقة في مجال المطارات والطيران المدني. إضافة إلى أن تواجد هذا المكتب في العاصمة الرياض أيضا يعد انعكاسا للجهود الجهود الكبيرة التي ترتأيها المملكة في رفع في علو كعب المملكة في مجال الطيران المدني والمطارات وصناعة الطيران بشكل عام، لا سيما أن المملكة بصدد افتتاح طيران الرياض في المستقبل القريب، إضافة إلى توافد العديد من المشغلين الإقليميين والعالميين إلى العاصمة الرياض. أيضا سينعكس هذا المجلس على كفاءة صناعة الطيران محليا وخليجيا وإقليميا.
تواجد هذه المنظمة وارتباطها بالهيئة العامة للطيران المدني واستقطابها للعديد من الكوادر والكفاءات السعودية في مجال صناعة الطيران أيضا يعزز من كفاءة المملكة وعلو كعبها أيضا في مجال صناعة الطيران بشكل عام، لا سيما وأن المملكة تعد محط أنظار العديد من شركات الطيران العالمي لتواجدها وسعيها إلى نقل مقراتها التشغيلية إقليميا إلى المملكة العربية السعودية. أشكرك جزيل الشكر، وفيت وكفيت الزميل سعود النشمي، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم في هذه النشرة وفيها بعد الفاصل. اليوم انطلاق منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 23. جاهزة للمقابلة بكرة؟ يعني بس بصي شعري شكله ممل ازاي؟ يلا نغيره مع غارنييه كولور ناتشورز بثلاث زيوت مغذية، زيت الزيتون المعروف للنعومة، الشيا للمعان والافوكادو للحماية، بتغذي الشعر عند الصبغة للون اروع. احمر جريء غني، لمعان ونعومة اكتر، كنت واثقة في نفسي قوي قبل. شعر متغذي يعني لون اروع. غارنييه كولور ناتشورز طبيعي من غارنييه. أم أحمد دايما تقدم له الأفضل، ليش ما نقدم له أفضل ما في الحليب والعصير؟ مزيج لذيذ من عصير الفاكهة الطبيعية والحليب الطازج. دناو، أفضل ما في الحليب والعصير. الصافي دنان. بشرتك معرضة للحبوب؟ لا تترك الحبوب تتحول إلى بقع داكنة. جديد غارنييه سيروم فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، 4% من الفيتامين سي وحمض الساليسيليك، مثبت سريرياً يخفف الحبوب والبقع الداكنة. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد. طبيعي من غارنييه. كلما زاد طول الشعر زاد تلفه. اكتشفي ألترا دو كريم ديوترك على الشعر بعسل الأكاسيا المرمم، تركيبة طبيعية بنسبة 98% وخالية من السيليكون. كريم يسهل التسريح، يرمم بعمق لتكسر أقل بعشر مرات من الجذور حتى الأطراف. مجموعة ألترا دو بفوائد العسل القيمة، طبيعي من غارنييه. اليوم بسوي تحدي روكسونا بالتيشيرت الرمادي، أي واحد يحميك بشكل أفضل من رائحة العرق والبلل. روكسونا الجديد يمنحك حماية 72 ساعة من رائحة العرق والبلل، لأن ما حد يقدر يوقفك. جهة ركسونا جافة وبدون أي أثر. بشرتك معرضة للحبوب؟ لا تترك الحبوب تتحول إلى بقع داكنة. جديد غارنييه سيروم فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، 4% من الفيتامين سي وحمض الساليسيليك، مثبت سريرياً يخفف الحبوب والبقع الداكنة. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد. طبيعي من غارنييه. خلصت أيام الشعر اللي مش مترطب مع القوة المرطبة لحمض الهايلورونيك. جديد الفيف هايلورون مويستر من لوريال باريس، مع جرعة من حمض الهايلورونيك فوراً يملأ ألياف الشعر ويحتفظ بالترطيب. النتيجة شعر مرطب لمدة 72 ساعة. الفيف هايلورون مويستر لأننا نستحقه. لترطيب 10 مرات أكثر، معزز ب 2% من حمض الهايلورونيك. جربي سيرم هايلورون مويستر بلم لشعر مليان بالحياة من لوريال باريس، مع 80% حليب وطعم لذيذ فوق الوصف. مين بغدني؟ بنات أكيد تستاهل. بشرتك معرضة للحبوب؟ لا تترك الحبوب تتحول إلى بقع داكنة. جديد غارنييه سيروم فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، 4% من الفيتامين سي وحمض الساليسيليك، مثبت سريرياً يخفف الحبوب والبقع الداكنة. جديد غارنييه مجموعة فاست كلير للبشرة المعرضة للحبوب، معتمد عليه من قبل أطباء الجلد. طبيعي من غارنييه. كلما زاد طول الشعر زاد تلفه.
اكتشفي ألترا دو كريم ديوترك على الشعر بعسل الأكاسيا المرمم، تركيبة طبيعية بنسبة 98% وخالية من السيليكون. كريم يسهل التسريح، يرمم بعمق لتكسر أقل بعشر مرات من الجذور حتى الأطراف. مجموعة ألترا دو بفوائد العسل القيمة، طبيعي من غارنييه. اليوم في عالمنا كثير من التطورات والتغييرات المستمرة في كل شيء. الأشياء اللي تنقل في هذه السيارة ما هي بفلوس. اللي صار عندنا في السعودية وفر أهم شيء اللي هو الوقت. من هنا من السعودية تفضل شوف. القادم بيكون أجمل وبيكون مبهر أكثر وأكثر. حييكم من جديد. إليكم موجز بأهم ما جاء معنا. بعث خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برقيتي التهنئة للرئيس جبرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى المطار الدولي في مدينة بنغازي تحمل على متنها 50 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات. أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني من 23 على صعيد محاورها الثلاثة وبواصلة التركيز على أطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها. أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إتاحة إصدار شهادة امتثال المباني التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري. انطلق اليوم فعاليات ملتقى السفراء بمشاركة الجامعات السعودية وعدد من منسوبي وزارة التعليم بحضور عدد من سفراء الدول حول العالم. انطلق اليوم المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية الأول من نوعه الذي تستضيفه هيئة الهلال الأحمر السعودي في الرياض. أعلنت الهيئة العامة للترفيع عن فعالياتها لليوم الوطني 93 في مختلف مناطق المملكة تحت شعار نحلم ونحقق. سوف تشهد فعاليات اليوم الوطني مجموعة من العروض بمشاركة جهات حكومية وخاصة. استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران خطة القطاعات العسكرية وأمانة نجران للاحتفال باليوم الوطني 93 للمملكة بحضور مدير شرطة منطقة نجران رئيس اللجنة الأمنية اللواء منصور الشمري وأمين المنطقة المهندس صالح الغامدي وعدد من قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم محافظ البكيرية محمد العريفي، وذلك بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية، حيث استمع سموه إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن أهدافها وخططها وبرامجها المستقبلية وأنشطتها التي نفذتها خلال الأشهر الماضية بما يحقق التطلعات المأمولة عن الدور الاجتماعي والأسري.
كما كرم أمير منطقة القصيم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة المواطنة المسؤولة في التصفيات الأولية على مستوى المنطقة التي تنظمها مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي. جاء ذلك خلال لقاء سموه الطلاب والطالبات المشاركين في الجائزة بحضور مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح وأمين عام جائزة الأميرة صيتة الدكتور فهد المغلوث. تهدف الجائزة إلى دعم القدرات الاجتماعية للطلاب والطالبات وإذكاء روح التنافس الإيجابي وخلق الإبداع في المبادرات الاجتماعية والتطوعية. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة مهرجان التمور السادس ليعرض التجار والمزارعون أجود أنواع التمور وأشهرها. التفاصيل أكثر عن هذا المهرجان ينضم معنا مراسل أخبار السعودية الزميل مسفر الهطيل. مرحبا بك مسفر، أطلعنا أكثر على تفاصيل مهرجان التمور. اهلا وسهلا منى، مساء الخير عليك وعلى جميع الساده المشاهدين لاخبار السعوديه. بالتاكيد كما ذكرتي برعايه امير منطقه الباحه الامير الدكتور حسام بن سعود ينفذ فرع وزاره البيئه والمياه والزراعه بمنطقه الباحه مهرجان التمور في نسخته السادسه بمحافظه العقيق وبالتحديد في حديقه طيبه الاسم بمحافظه العقيق. منطقه الباحه غنيه بثروات زراعيه عديده، فرع الوزاره هنا يقيم العديد من المهرجانات والفعاليات الزراعية لتسهيل الوصول للمستفيدين سواء من الزبائن أو الباعة أو المزارعين الذين يودون التسويق لمنتجاتهم. للمزيد من التفاصيل عن هذا المهرجان ينضم إلينا مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العقيق المهندس جمعان الرفاعي. حياك الله مهندس جمعان، نرحب بك معنا عبر أخبار السعودية. بداية حدثنا عن هذا المهرجان وهذه النسخة الحالية بالتحديد. يا أهلا وسهلا أستاذ مسفر، الله يحييك ويحيي قناة الأخبار السعودية، دائما متميزين متواجدين في جميع الفعاليات. غدا سينطلق مهرجان التمور السادس في نسخته السادسة بمنطقة الباحة وبالتحديد في محافظة العقيق. هذا المهرجان الذي يضم 30 عارضا للتمور، حيث أن محافظة العقيق تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، ومنطقة الباحة غنية بالميزة الزراعية، في كل محافظة لديها ميزة زراعية وهناك مهرجان وهنا مهرجان، وهذه المهرجانات بتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله، وبدعم سخي من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وبمتابعة وتوجيه وتنفيذ من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني. وغدا بإذن الله تنطلق فعاليات مهرجان التمور ويصاحبها العديد من الفعاليات. مهندس جمعان، لو تحدثنا عن أعداد النخيل، عن كمية الإنتاج السنوي للتمور، عن أنواع التمور أيضا من خلال هذا المهرجان، وبناء ما لديكم من أرقام خلال السنوات الماضية. بلغ عدد مزارع النخيل في محافظة العقيق ما يقارب 1600 مزرعة، تنتج سنويا ما يقارب 40,000 طن من التمور، جميع أصناف التمور، ولكن الصنف الأشهر والأكثر هو الصنف الصفري. إقامة عديد من المهرجانات تقيمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة منطقة الباحة، ما هو الهدف من هذه المهرجانات الزراعية التي تكون غالبا متخصصة في نشاط زراعي معين، ما هو الهدف؟ المهرجانات هذه تقرب المسافة بين المزارع والمستهلك والتاجر وصاحب المصنع. من خلال المهرجانات هذه فيه تبادل خبرات بين المزارعين، فيه ورش عمل، فيه ندوات ومحاضرات زراعية، العديد من الفعاليات صاحب هذه المهرجانات يستفيد منها الزائر والمزارع، الجميع هنا يجد ما يبحث عنه. مهندس جمعان، في بداية حديثك تحدثت أنه يصاحب هذا المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المصاحبة، لو تحدثنا عنها.
والله في جميع المهرجانات هناك ورش عمل وندوات ومحاضرات زراعية تستهدف المزارع، تستهدف ما يقابل المزارع من تحديات في الزراعة وفي المنتج. فكل مهرجان نخصص له ورش عمل تستهدف المنتج، تستهدف التحديات اللي يعاني منها المزارع. فمثلا مهرجان التمور حرصنا أن تكون المحاضرات مركزة على النخيل وما وآفات النخيل، طرق الحديثة في الري، الطرق الحديثة في التلقيح، في إنتاج التمور للوصول بإذن الله إلى منتج عالي الجودة. شكرا لك مهندس جمعان، يعطيك ألف عافية. شاكر ومقدر. نعم. الله يحييكم، شاكرين تواجدكم ونرحب فيكم غدا بإذن الله للافتتاح بعد المغرب بإذن الله. شكرا. شكرا. نعم منى، إذن هذا هو حديث المهندس جمعان الرفاعي، وسيستمر مهرجان التمور لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غدا بإذن الله. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل أخبار السعودية الزميل مسفر آل طيل. شكرا أنت وضيفك الكريم، شكرا لكم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الشرقية مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الذيناني، وقدم مدير شرطة المنطقة عرضا عن الاستعدادات والتجهيزات الأمنية الميدانية بمناسبة اليوم الوطني والتنسيق مع مختلف الجهات. كما التقى نائب أمير منطقة الشرقية رئيس المحكمة العمالية بالدمام فيصل العتيبي، واطلع سموه خلال اللقاء على جهود المحكمة للفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، مما يوجد بيئة عمل متكاملة تسهم في بناء اقتصاد الوطن والحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل. افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة فعاليات الملتقى المهني 11 بجامعة الملك عبد العزيز، الذي يهدف إلى الربط بين الباحثين عن العمل من خريجي الجامعة وأرباب الأعمال، والإسهام في تهيئتهم للانخراط في الحياة المهنية من الخريجين والطلاب من مختلف التخصصات العلمية بالجامعات وعدد من الجامعات الأخرى يضم أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة. كما التقى سمو أمير محافظ جدة مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة أحمد الزهراني، واطلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز تضمن برامج وأنشطة المركز خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات تعليمية وتأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة. وقع المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان عدد من اتفاقيات التعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للقهوة. للمزيد ينضم إلينا من جازان الزميل زاهر المالكي. مرحبا بك زاهر. اهلا وسهلا، تحيه طيبه لك ولمشاهدي اخبار السعوديه في كل مكان. بالتاكيد المكتب الاستراتيجي وقع العديد من الاتفاقيات وايضا مذكره تفاهم. تاتي هذه الاتفاقيات وايضا مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات الحكوميه والهيئات ايضا الحكوميه في سبيل تجويد عمل المكتب الاستراتيجي وتحقيق الاهداف الاستراتيجيه التي من أجلها أنشئ هذا المكتب الذي يقع تحت إشراف سمو نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي أنشئ هذا المكتب بتوجيه من سمو ولي العهد الأمين لمواكبة ما تحظى به المنطقة من مشاريع نوعية أيضا ومتابعتها وأيضا متابعة تنفيذها على الوجه المطلوب وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاريع. هذه الاتفاقيات أتت الاتفاقية الأولى مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق كفاءة الإنفاق في عمل المكتب وأيضا في المشاريع التي يشرف عليها المكتب في المنطقة، وأيضا تفعيل دور فريق كفاءة الإنفاق داخل هذا المكتب. أيضا نظرنا إلى كفاءة الإنفاق، فهذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى تحقيق الجودة في المشاريع وأيضا البرامج التي سيطلقها المكتب وأيضا سيشرف عليها المكتب ويقع إشراف المكتب عليها، سواء في جانب المشاريع الحكومية أو أيضا البرامج التي تهتم بجودة الحياة وأيضا البرامج الوطنية التي تقع منطقة جازان جزءا من تنفيذها. هذا الجانب يقع في الاتفاقية الأولى مع الهيئة العامة لكفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية. أيضا الاتفاقية الثانية وقعت مع الهيئة العامة للمعلومات والمساحة الجيومكانية. هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات وأيضا التعاون وأيضا بحث فرص التعاون بين المكتب وأيضا الهيئة في جانب الدراسات المساحية، وأيضا اعتماد المكتب الخرائط الرسمية التي تطلقها الهيئة سواء حدود المملكة وأيضا التوزيعات الجغرافية للمحافظات، مما يقع حقيقة له تأثير إيجابي جدا على جانب وواقع التخطيط سواء التنموي وأيضا التخطيط المكاني الذي سيعتمده المكتب في قادم برامجه ومشاريعه. أما مذكرة التفاهم وهي آخر التوقيعات التي رعاها سمو نائب أمير المنطقة هي مع الشركة السعودية للقهوة، وأيضا تنص هذه الاتفاقية على تدريب وتأهيل الشباب وأيضا بحث إيجاد فرص العمل وأيضا الفرص الوظيفية داخل هذه الشركة لشباب المنطقة وأيضا خصوصا الشباب المزارعين وأبناء المزارعين، وأيضا الاستفادة من خبرات الشركة وأيضا الاستفادة كذلك وتبادل الخبرات بين المكتب والشركة، كون الشركة هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ويقع على عاتقها مشروع كبير وهو مشروع القهوة السعودية واستثماره في جبال المنطقة وأيضا تأهيل الكثير من المزارع، مما يعول على نجاح هذا المشروع الكثير والكثير للاستدامة المالية وأيضا التنموية للمنطقة وللوطن بشكل عام. إذن نستطيع من أن نقول وأن نلخص هذه الاتفاقيات ركزت على تحقيق كفاءة الإنفاق، مما سيحقق الاستدامة المالية والاستدامة التنموية، وأيضا ركزت أيضا على تبادل الخبرات بين الهيئات والمكتب الاستراتيجي، وأيضا ركزت على تعزيز وتحقيق وإيجاد الفرص الوظيفية والتدريبية لشباب المنطقة. بالفعل زاهر المالكي، هذه الاتفاقيات وتوقيع عدد من الاتفاقيات وأيضا التعاون مع عدة هيئات هو بالفعل يفتح آفاق جديدة لمنطقة جازان وأيضا أهالي جازان. شكرا جزيلا لك زاهر المالكي على هذه المشاركة. مستمرون معكم في هذه النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. صارنا ما تشوف اللي بدواخل الناس من آلام وجروح، كنا والله نتألم معاهم دائما تعبانين، وكانت مرحلة العلاج جدا صعبة. نقدر نتحمل آلامنا نحن، لكن آلام الأبناء لا. من خلال برنامج أمنية ومن خلال هالطاقم احنا بنسوي لك مفاجآت مرة حلوة حلوة حلوة. أمنية الثلاثاء 7:30 مساء على السعودية.
حيكم من جديد. تواصل المملكة دعم قطاع التعليم في اليمن بتمويل مشاريع تعليمية مختلفة، على رأسها إنشاء مدارس نموذجية تسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم لآلاف الطلاب اليمنيين في مختلف المحافظات اليمنية. تسهم جودة التعليم في تعزيز القدرة المعرفية لدى النشأ، إذ تقاس التنمية الحقيقية بالمستوى المعرفي وجودة التعليم. البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن قدم العديد من المشاريع التي تركزت على دعم البنية التحتية لمختلف القطاعات، من أبرزها قطاع التعليم. هنا في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت، سلم البرنامج السعودي وزارة التربية والتعليم اليمنية إحدى كبريات المدارس النموذجية، مدرسة السلام، وبأحدث المواصفات وأعلى المعايير التعليمية. تضم المدرسة عددا من الفصول الحديثة ومعملا للحاسوب وآخر للكيمياء، إضافة إلى ملعب كبير يمارس فيه الطلاب هواياتهم الرياضية. هذه الجهود التي نرى أثارها على الأرض جهود الأشقائنا وإخواننا، ونحييهم من هذا الجانب ونقول لهم تحيات شعبنا الذين يقدروا مثل هذه الجهود ووقفة إخواننا وأشقائنا بجانبنا في مثل هذه الظروف الصعبة، وخاصة في قطاع التربية والتعليم، هذا القطاع الهام والمحوري. المدرسة يستفيد منها آلاف الطلاب، وتسهم في توفير بيئة ملائمة للتعليم وتزيد من فرص التعليم بين الفتيات التي طالما كانوا يحلمون بفصول واسعة وملائمة للتدريس. المملكة عبر المشاريع التنموية تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم باعتباره أحد القطاعات الحيوية المهمة التي تسهم في بناء جيل متعلم يستطيع خدمة أهله وبناء وطنه. عبد الفتاح غلاب، عدن. حصلت 4 مراكز صحية جديدة بتجمع القصيم الصحي على شهادات الاعتماد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي، ليصل إجمالي عدد المراكز الصحية الحاصل على الاعتماد إلى 77 مركزا. وأوضح التجمع أن حصول المراكز الصحية للاعتماد جاء بعد اجتيازها لمعايير التقييم الشامل وتحقيق متطلبات الاعتماد الأساسية، إضافة إلى الالتزام باللوائح المتعلقة بسلامة المرضى وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية الأولية بما يتماشى مع الاشتراطات الصحية العالمية في تطبيق أنظمة الجودة. أزالت أمانة منطقة نجران خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2000 طن من النفايات ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة. وأشارت الأمانة إلى مواصلة فرق النظافة أعمالها في نقل النفايات والتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بهدف تحقيق خططها للاستدامة وتحسين جودة الحياة في جميع أرجاء المنطقة. مكنت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب المنشآت التجارية من تقييم منشآتهم ذاتيا عبر منصة بلدي للتحقق من امتثالها للاشتراطات البلدية، تهدف الخدمة إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت بالمتطلبات والاشتراطات البلدية وتعزيز امتثال المنشآت للحصول على شهادة إتمام التقييم الذاتي، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتقديم خدماتهم بجودة وموثوقية. ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لإشعالهم النار في أراضي الفضاء النباتي الغضاء النباتي بمنتزه السودة بمنطقة عسير. تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وأكدت القوات أن غرامة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية تصل إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 3,000 ريال. حذرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على منصة إكس من القيادة بعكس اتجاه السير اختصارا للوقت أو هربا من الزحام، ودعت إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق مع استخدام الإشارات التنبيهية للوصول إلى قيادة آمنة تحفظ قائدي المركبات من الممارسة الخاطئة.
تنطلق اليوم مرحلة المجموعات للنسخة 21 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. يمثل المملكة في هذه النسخة أندية الهلال، الاتحاد، النصر، الفيحاء، حيث يستهل الهلال اليوم مع مشوار القارة باستضافة الأوزبكي في درة الملاعب، بينما يواجه الاتحاد نظيره الأوزبكي في استاد الأمير عبدالله الفيصل. يدخل الهلال والاتحاد دوري الأبطال في ظل تفوق كبير للأندية السعودية على الأوزبكية خلال المواجهات التاريخية في هذه البطولة. على مسرح دار الأوبرا بمدينة نيويورك أحيت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي وأيضا فرقة الفنون الأدائية السعودية حفلا موسيقيا ضمن مبادرة روائع السعودية بمشاركة نحو 80 موسيقيا، إذ تقدم روائع الأوركسترا السعودية عرضا موسيقيا يشتمل على عزف وغناء لمجموعة من الأغاني السعودية إلى جانب الأداء المنفرد. الحدث بتنظيم هيئة الموسيقى ومشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية ورعاية الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة. تذكر بهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس التشيلي بذكرى استقلال بلاده. انفاذا لتوجيهات القيادة، وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة متضرري فيضانات ليبيا. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يؤكد استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني من هذا العام. انطلاق المؤتمر السعودي الأول للخدمات الإسعافية في الرياض. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم.